اهلا وسهلا يا مزكي. الله يخلينا ياك. زارتنا البركة. الله يبارك فيك يا حق. حطي لي هدول بعبيك. يتقبرني والله كتر. الحمد لله. ما بيكتر عليكي شيء. بدي منك الله يرضى عليكي تردي تروحي لعند الست أم منصور. لك على راسي، انت بس امور. يطول عمرك، بتفهمية انه يا ست أم منصور انت فهماني غلط عن أب جودة. ايه؟ أب جودة رجال مطلق وكان عم يدور على وحدة بالحلا، والرجال عينه فيكي وطالب القرب منك، فحط جبناتك على خبزاته وصلى الله وبارك. ان شاء الله يا رب. امين يا رب العالمين. ما بتطلعي من عندها يا ام زكي الا جايبتيلي البشاره. حيات عينك ليش بلك اياها. واذا اجت البشاره يا ام زكي الحلوان هالقد رح يكون. ها الله غنينا وما درينا. سلام عليكم. الله معك، مع السلامه مهونه. برعايه الله. الله برعايه الله. ربي ربي لا تخيب لي. يا أم زكي، أنا من المرة الماضية قلت لك ما في نصيب، وهالقصة كلها مو واردة عندي. يا أختي الزلمة عم يقول اسألي عنه، هو ما له نسوانجي، بعدين رايدك بالحلال. وشوفي كمان عم يقول خلينا نحط هالجبنات على الخبزات، وقال كلمتك ما بصير عنده تنتين، وإذا بدك لبن العصفور بيجيب لك إياه بالدقيقة والساعة. هو قال هيك؟ شوفي يا أم منصور، أنا شايفة إنه هالزلمة شاريكي ورح يكون خاتم بإصبعتي. شوفي أنا ليكني جوزت جواز مو حرام يا أختي. والله ما بعرف شو بدي إليك يا أم زكي. لا تقولي شي، اسمعي مني. اتركيني فكر وبرد لي خبر. إيه بس الزلمة عم يستنى جواب على نار. خلصنا يا أم زكي، قلت لك خليني فكر. إيه إن شاء الله على خير يا حق. يلا خاطرك عيني. الله معك. بأمان الله، مع السلامة.